يوسف. ايه وانا بنادي على حمار. انا لازم اعرف يا جماعه مين اللي عمل فيا كده. خليني اطلع البيت بتاعي، اطلع بسرعه البيت بتاعي، ولو هيكون حد تسرق. اوه لا 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 كريمه. ازيكم يا شباب، معاكم محمد علي في فيديو جديد في لعبه ماينكرافت في سيرفر بومبو كرافت. طبعا لسه صاحيين من النوم بتاعنا دلوقتي يا جماعه، خلينا بس نشوف الشيستات بتاعتنا كل حاجه تمام، عشان معانا حراميه في السيرفر. اول حرامي يجسر البيت اللي قدامنا ده يا جماعه. نشوف الشيست الثاني، كل الورد تمام. اه صح، هنحتاج الورد الاحمر يا جماعه النهارده عشان هنعمل بيه شغل في البيت بتاعي. خلينا نشوف البيت بتاعنا. ايه ده؟ ايه اللي حصل في البيت؟ ايه اللي حصل في البيت؟ خلينا نشوف البيت بتاعنا ايه اللي حصل فيه. العصفور بتاعي دمروا العصفور. هو يا جماعه مين اللي عمل كده؟ ثواني خلينا نشوف البيت بتاع جاستر موجود. جاستر، جاستر شكله مش هنا، ممكن نسرق منه حاجه يا جماعه من المزرعه بتاعته، عنده افكار كتير. الراجل ده غني يا جماعه، استحاله يعمل حاجه في بيتي، الراجل ده غني. هو البيت بتاعي باظ. مين اللي حاطط ايه ده؟ حاطين اريال ولا حاطين جهاز ارسال فوق البيت؟ اوه واللي حاطينه تحت ده ايه يعني؟ مش فاهم. انا لازم اعرف يا جماعه مين اللي عمل فيا كده. خليني اطلع البيت بتاعي، اطلع بسرعه البيت بتاعي، ولو هيكون حد تسرق. اوه لا 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 كريمه. لا وكريبر بهدل البيت يا جماعه، بهدل البيت. انا لازم اعرف يا جماعه مين اللي سرق السرير بتاعي وحاطين لي هنا ساين وكاتبين لي نايس جوب ابو علي. ماشي ماشي يا معفنين. يلا خلينا نعدل يا جماعه على البيت. 2000 years later. خلينا نروح للبيوت الجواسيس اللي قدامنا دول، بيت بومبو، بيت ليفين، وبيت يوسف. اول حاجه نروح ليوسف. اوه يوسف هناك اهو فوق السطح. ايه يوسف سامعني؟ ايه يا عم عمال اشاور لك بقالي نص ساعه، تعال انزل انزل انزل. اوه ليفينو كمان صحي، تعال ليفينو ده في حوارات، انزلوا انزلوا انتوا الاثنين. يلا يلا ده انا من البلكونه انتحر دلوقتي. انا بقول لك انزل مش تنزل تضربني. يا عم ايه اللي حصل يا عم؟ في ايه؟ استنوا بس يا جماعه، اللي حصل حاجات كتير. اشمعنا بيوتكم سليمه وانا بيتي حصل فيه كده؟ ايه بقى اللي فوق البيت ده؟ جهاز ارسال ده ولا ايه؟ شوف الكتكوت عمل ايه على نفسي. يا عم انت يا عم انت مش عامل له حمام. مين اللي جه جنب إيه العصفور بتاعي؟ انا عايز اعرف. ايه يا عم في ايه يا عم؟ طب ايه ده ابو علي كده؟ ايه ده؟ وخد الجولدن ابل دي واستهدى بالله. اوديني الجولدن ابل. ماشي لا طالما فيها جولدن ابل ماشي. استنوا استنوا، انا عايز اعرف بس مين اللي عمل كده؟ انت يوسف اللي عملت كده؟ قول بصراحه. مش انت؟ طب انت اللي فينو اللي عملت كده؟ ليفينو يا عم عيب عليك يا عم، ده لسه مديك جولدن ابل هعمل فيك كده ليه يا عم؟ اه بس ليفينو هيعمل فيا كده ليه؟ اذا كان هو اداني الورد المره اللي فاتت وانت يوسف ساعدتني في الصبار في الصحراء، طب مين اللي يعمل كده؟ ايوه اوبا استنوا، اكيد روكا، اكيد روكا، اكيد روكا. روكا اه صح، فين روكا؟ صح انا شفته امبارح، كان كان واقف راح في كيف هناك كده، كان بيجمع حاجات. اه اوبا ناكي. طب تعالوا تعالوا نقفشوا، تعالوا نقفشوا عشان البيت بتاعي. بسرعة بسرعة. استنوا استنوا هقول لكم على سر، هقول لكم على سر. استنوا يا جماعه، البيت بتاعي كان فيه سر. السر اللي كان في البيت بتاعي كان فيه سرير لونه ذهبي تمام، لونه جولد. اوكي ثواني بس كده عشان ليفينو عرف السر. يا يوسف انت اكيد مش هتعمل كده، فانا لازم اشوف البيت بتاع ليفينو. تعالى راقب معايا يا يوسف، ممكن يكون عنده. اوبا سرير ليفينو يا معلم ابيض، مفيش اي عنده سرير جولد. راقب يا يوسف كده، ممكن يكون عنده. انت معاك اذن من النيابه؟ انت معاك اذن من النيابه؟ ثواني بس. اه معانا اذن من النيابه. مش ليفينو، مش ليفينو. ابو علي ابو علي تعالى شوف بقى روكا ده، لان انا مقلق منه، انا رايح ادور عليه يا عم. اه تعالوا تعالوا نشوف روكا كده. ليفينو بريء كده، ليفينو ما عملش حاجه في البيت بتاعي. عند الكهف عند الكهف اللي عند القريه المهجوره. اه لا بص في الطريق في الطريق تمام. وايه اللي انتوا عاملينه ده يا معلم؟ ايه البوابات والشغل بتاع القلعه ده؟ اوعى بقى. اوه انتوا حاطين شمع يا معلم ولا ايه؟ ايوه يا معلم ومعلمين كمان. انتوا معلمين الكهف. اه شغل عالي. اوبا فين روكا؟ اه روكا 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 طالع لنا بالحمار. يا روكا انت نايم هنا من امبارح ولا ايه؟ اه صباح الخير في ايه؟ صباح الخير في ايه؟ استنى بس اول حاجه، جمعت دايموند ولا ما جمعتش دايموند؟ بتحط دماغك يبقى جمعت دايموند يا معلم، انت كده معاك دايموند. جمع جمع نفسي من بنها. استنى بس اوبا ده بيجري يا معلم. خد 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 تعال خد، امسكوه يا جماعه امسكوه. امسك امسك اللي فينه من اول الكهف. اوبا امسك يا يوسف امسك. استنى استنى يا روكا خد خد، مش هنعمل لك حاجه. تعالى 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 بس هنكلمك بالهداوه بس. استنى استنى محدش هيعمل له حاجه. تعالى اللي فينه هنا بس، شيل السيف اللي فينه ما تخوفوش. دي انت يا روكا عملت حاجه في البيت بتاعي؟ قول بصراحه لحسن اكسر لك الحمار بتاعك ده. ما عملتش حاجه. طب تعالى ورانا، طيب نوريك البيت بتاعي حصل في العصفور. تعالى يا حبيبي انا ماسك السيف اهو.
انا مجهز الكرتون. تعالى يا روكا هزعلك الحمار. تعالى يا روكا هوريك زاويه رؤيه هنا كده. تعالى يا حبيبي تعالى. هو اصلا شكله حرامي وكذاب. تعالوا كده انتوا الثلاثه كده شايفين الجهاز الارسال اللي هناك. هو انتوا تقريبا عاملين لي نايل سات فوق البيت بتاعي ولا ايه؟ انا اعرف دلوقتي. تعالى يا روكا انت البيت بتاعك فين يا روكا؟ تعالى وريهولي. تعالى عزمنا عندك في البيت يا روكا. بس البوابه دي يا جماعه والسور ايه الشغل العالي ده؟ ايه الشغل الجامد ده يا جماعه؟ مين اللي عمل الشغل ده؟ كان بومبو. واحنا طب اوه بومبو عمل السور ده وانتوا؟ اوبا شايف البيت بتاعي باظ ازاي يا روكا؟ وتقول لي مش عارف ايه؟ تعالى ماليش دعوه. تعالى يا روكا عزمنا في بيتك يا روكا شويه، هنروح نتغدى بس. ليه؟ ما انت عملت مقمق من الصبح، شكلك انت اللي عاملها يا معفن. شكلك فاهم المشوار. لو طلعت انت اللي عملت كده يا روكا صدقني الحمار اللي انت راكبه ده مش هتشوفه تاني. هتلاقيه معزه متحوله. بص يا ابو علي شكل البطيخه عامله ازاي؟ ما شاء الله قول ما شاء الله. البطيخه. لا انا مش عايز بطيخه حبيبي. تعالى عزمنا على بيتك بس عشان انا مش متعود اخش بيوت الناس غير. اوبا الاثبات جوه اهو. الاثبات سرق السرير بتاعي من البيت يا حرامي. تعالى موت موت يا معف موت. طلع حرامي يا جماعه بوظ البيت بتاعي. شوفوا سرق السرير بتاعي. حمار مات. حمار مش بتاعه على فكره. الحمار هو سرقه كمان. هو سرق الحمار كمان؟ اه يا نهار ابيض ده حرامي محترف بقى. ثواني نشوف كده ممكن يكون سرق حاجه هنا. كان سرق عندي. كان سرق عندي كتاب تطوير كمان. اوبا استنى خلينا نحط له البيض وناخد منه الحديد. وخلي له لا ناخد السرير بتاعنا نحط له هنا الستون. امسك وناخد منه اللبيس لازولي كمان ونحط له الخمسه الخشب دول. عنده حاجه تانية تتاخد؟ ما عندوش اي حاجه تانية تتاخد. خدوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه. خدوا كل اللي انت عايزينه. ما تسيبلوش اي حاجه في الصندوق ده حرامي معفن. انا هاخد الصندوق معايا. اوعى اوعى اوعى. خد الصندوق. هاتوا هاتوا هاتوا. اقفل اقفل البلبل بتاعه المعفن ده. يلا بوظ له مزرعته ولا ايه؟ يا فار يا فار. اوبا تعالى نمسكه نضربه. ده جاي تاني ده بينتقم ولا ايه؟ لا 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 لا. خلاص سيبه سيبه سيبه. استسلم استسلم. تعالى يا روكا بس عايز اسالك على حاجه. انت ليه عملت كده في بيتي؟ ثواني عملت كده في بيتي ليه؟ ومين ساعدك ان انت تعمل البيت بتاعك كده وتخربه؟ ما 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 مين ساعدك؟ قول ما تخافش منهم. ليفينو ساعدك ولا يوسف؟ قول يوسف الخمسية. تعالى تعالى يوسف. اه عمال يقول يوسف 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 انت ساعدته؟ تعالى تعالى استنى. خد يا يوسف. تعالى يا يوسف. تعالى تعالى تعالى. حصل ده يوسف ساعدته؟ لا لا استنوا يا جماعه محدش يعمل له حاجه. محدش يعمل له حاجه. سيبوه 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 سيبوه. انت ساعدته يا يوسف؟ معقول ادخلني؟ يعني انت ساعدته في ان انت تدمر بيتي يا يوسف. طيب عشان كده يا معفن انا عايزك تساعدني في ان احنا نصلح البيت كده تاني. مش سامعك. مش سامعك. طنط بتنادي عليا. معلش امشي انت يا روكا يا معفن. انا مش عايز منك حاجه يا فار يا معفن. امشي انت حرامي من اول يوم انا دخلت معاك الكاف وانت بتسرق مننا كل حاجه. اوبا مين اللي عامل المزرعه الجامده دي يا جماعه؟ والحصان ده بتاع مين؟ الحصان ده بتاع مين؟ اوه بتاعي. ايه ده حصان صغير اهو. الحصان الصغير ده كده ازاي؟ روكا روكا والده. روكا روكا فار. تتوقع منه اي حاجه. اوبا ايه الحصان الكيوت ده؟ جاي منين الحصان ده؟ خلينا اطلع ابص على العصفور بتاعي يا جماعه. بصوا العصفور بتاعي والله شكله باظ يا جماعه. بوظوا شكل البيت بتاعي. اوبا الكريبر والسكلتون محاطين المكان. اطلع يا يوسف انت اللي فينه. بصوا كده اطلعوا يا عم انت تحت بتعملوا ايه؟ بصوا البيت متحاصر ازاي. متحاصر بالكريبر ومتحاصر بالسكلتون. يا جماعه احنا لازم ننام وانت يا يوسف لازم تساعدني ان انا اعمل البيت دوت الصبح. ولازم تجيب لي ورد احمر. معاك ورد احمر يا ابو علي؟ يا ابو علي اصلا البيت كده شكله احلى. سيبه كده يا ابو علي. لا لا كده شكله ما يعجبنيش. انا لازم اظبطه يا عم. كده حلو يا عم. خلاص انا هروح انام يا يوسف انت وليفينو وهعدي عليكم الصبح عشان هنعدي للبيت. تمام. اوه صباح الخير يا جماعه. لسه صاحي من النوم دلوقتي. خلينا اروح اشوف الناس اللي جنبي الغدارين اللي بوظوا لي البيت بتاعي. لازم يوسف يصلح غلطته ويساعدني في البيت ده يا جماعه. لو ما ساعدنيش في البيت بتاعه البيت بتاعه اللي هناك ده هروح مفجره له. في كريبر هنا ممكن اخد الكريبر ده اخليه يفجر البيت بتاعه. ولا يوسف سامعني؟ اي يوسف ايه وانا بنادي على حمار. في كريبر هيفرقع. استنى استنى استنى. اوبا لا 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 ايوه انا فكرتك هيفرقع. تعالى 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 لفينو. صباح الخير. قوم يا عم كل ده نوم. انا مش قادر. بس روكا الحرامي عاوز استريح شويه. اوه لفينو تعبان. استنوا يا جماعه انا محتاج ورد احمر يا جماعه عشان اظبط البيت بتاعه وتساعدوني فيه. انا كده ثانيه هشوف لك. هشوف شوف لي كده لفينو جوه. هات يا يوسف ورد احمر يا يوسف عشان تصلح غلطتك وعدل على البيت بتاعك.
تمام يا يوسف، اديني ورده احمر. معاك يا ليفينو انت كمان؟ ابو علي خده. اديني حبيبي ليفينو. وانت يا حرامي يا فار يا معفن، مش عايز منك اي ورد. ورد. هو انت بتوزع واقف في الكورنيش عمال ترمي ورد؟ ارمي لي هنا يا ولا. يلا يا يوسف انت وليفينو بقى تعالوا ساعدوني في البيت بتاعي. استنى ابو علي انا عاوز انزل كيفنج. ابو علي مش فاضي دلوقتي. اوه عايز تنزل كاف يا معلم. ماشي يا عم انزل كاف يا ليفينو. يلا روح انت. دايموند معايا حبيبي يا ليفينو. وانا مش هساعدك. وانا مش محتاج مساعدتك يا معفن. خدي معاك يا ليفينو. خده معاك يا ليفينو، بس خلي بالك ده حرامي بيسرق الموارد. ها لا يا عم ما تجيش يا عم، انت حرامي مش نار. نصاب وحرامي. وانت يا يوسف تعالى معايا يلا عشان تساعدني يا معلم. مع السلامه يا يوسف. طب ده ينفع يا يوسف؟ يعني استفدت ايه طيب لما انت بوظت لي البيت كده؟ يعني استفدت ايه؟ كنت بعمل فيك مقلب وشكله جامد اصلا. بتعمل فيها مقلب؟ اوبا. يلا يا يوسف تعالى بقى عشان نظبط الورد والصبغات بتاعتنا في البيت المعفن القديم. يلا انت هتعمل ايه بقى يا ابو علي بالورد الاحمر؟ تعالى بص كده، شايف البيت من فوق؟ الورد الاحمر ده اعمله كده سلم بالتدرج بالورد باللون الاحمر، هيطلع شكل البيت اسطوري احسن من النايل سات اللي انتوا حاطينه لي فوق البيت. خلينا بقى يا جماعه نعمل الصبغه الحمراء بتاعتنا. طبعا احنا محتاجين صبغه بيضه، محتاجين صبغه بيضه. ثواني ممكن نعمل الصبغه. اوه لا محتاجين الاحمر على طول. خلاص مش محتاج صبغه بيضه لان انا معايا اصلا معايا ابيض من المره اللي فاتت. ثواني خلينا نشوف الشيست. انت بتعمل ايه في الشيست هنا؟ بتسرقني ولا ايه؟ خلينا نشوف الشيست. ايوه اوبا على السرقه. قول لي ان انت بتسرقني عشان تساعدني. قول لا يا إيه. عم يا عم ايوه كده حبيبي. حطهم في الشيست تاني. يعني انت تسرقهم ترموهم لي في الارض، حطهم في الشيست تاني. لازم اروح يا جماعه اظبط البيت بتاعي من فوق. عملنا يا جماعه طبعا الصبغه الحمراء بتاعتنا، وخليت يوسف يروح يدور على الورد الاحمر. بس زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الدنيا مطره. شايفين الدنيا مطره عامله ازاي والجو صعب. يا رب يوسف ما يموت. بس او ماي جاد يا جماعه شوفوا عاملين لي ايه. عاملين لي حاجات في البيت غريبه. عاملين لي حاجات غريبه عند البيت. ويا جماعه حوسه، ورب النعمه حوسه عشان اشيل كل ده. والله حوسه يا جماعه. طب ليه بوظوا لي البيت بتاعي كده؟ ماشي يا يوسف لما تجيلي وانت بتجمع الورد. يا جماعه انا عايز اسرق البيت اللي قدامي ده، فيه موارد كتير. اوه كل دي حاجات حاطينها مخربين لي البيت بالطريقه دي. لازم اخرب بيوتهم يا جماعه. اكيد بومبو هو اللي قال لهم على الفكره دي. لازم اسرق بيت بومبو اللي هناك ده. لازم نعمل في بومبو مقلب يا جماعه. اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين نعمل في بومبو مقلب الحلقه الجايه نعمل فيه مقلب، عشان هو اللي قال للشباب ان تعمل في البيت بتاعي كده. روحوا بوظوا بيت ابو علي. ماشي يا بومبو انا هعمل لك حته مقلب في بيتك، اخليك تعيط على البيت بتاعك يا معلم. واخيرا يا جماعه خلصنا الرسمه بتاعتنا وشلنا كل الحاجات اللي هم كانوا عاملينها طبعا، وعرفنا مين اللي كان عامل فينا كده. هو روكا المعفن طبعا. بومبو يا جماعه هو اللي قال له بوظ البيت بتاع ابو علي. يا روكا بص ابو علي بنلنا ايه. ماشي يا بومبو عشان كده اعمل في بومبو مقلب يا جماعه. قولوا لنا نعمل في بومبو مقلب ايه يا جماعه الحلقه الجايه. طبعا عدلنا على العصفوره بتاعتنا. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. نشوفكم في فيديو تاني جديد. مع السلامه.